تنهي هذا المباراة بتفوق مستحق لفريق الوداد البيضاوي بواقع 3-1. مباراة يمكن أن أقول بأن كانت الفأل الحسن على اللاعب الكونغولي فابريس أوندما الذي عاد بقوة وسجل هدفين. الهدف الأول سجله سعيد فتح بعد اختراق كان جيد من مالك إيفونا، ولكن فابريس أوندما انتفض في الجولة الثانية وكبرياء مهاجم غاب عن التهديف انتفض خلال هذه الجولة الثانية وسجل هدفين. مشاهدينا الكرام، أشكر كل زملائي في الوحدة الثامنة الذين أملوا لكم النقل المباشر هنا من مركب محمد الخامس. كان معكم زميلي خالد الشريف في الإخراج الفني والوالدي كرئيس الوحدة، وكان معكم عبد الصمد وتشيبة في التعليق. على أن ألقاكم في مواجهة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.